السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعي قناة موروكو 360 التابعة لصفحة موروكو 360 الفيسبوكية. اليوم غادي نتحدثوا في موضوع مهم وحديث الساعة اللي صفح أعداء المملكة وخلاهم ما يصدقوش الخبر أن المغرب غادي يصبح قوة نووية بشهادة العالم. المغرب في طريقه باش يصبح عملاق عالميا في إنتاج اليورانيوم. نعم صحيح، المغرب كي يستحوذ على أكبر احتياطات اليورانيوم اللي كتواجد في العالم وفق لتقارير دولية. فقبل ما نبداو خلينا نعرفوا ما هي مادة اليورانيوم والأهمية نتاعها والاستخدامات نتاعها. اليورانيوم هو واحد العنصر كيميائي كيتواجد بشكل طبيعي بتركيزات منخفضة في التربة والصخور والمياه، وكذلك بكميات كبيرة في الفوسفات. كيتم استخدام اليورانيوم بشكل رئيسي في صناعة الطاقة النووية، حيتاش كيستخدم كوقود باش نشغلوا المفاعلات النووية. وكيتعتبر اليورانيوم أحد أهم الموارد الطبيعية اللي كتساهم في توليد الكهرباء بطريقة نظيفة وبأقل تكلفة. وكيستخدم اليورانيوم أيضا في الطب كمثال في علاج بعض الأنواع السرطانات وتشخيص بعض الأمراض، كما كيستخدم اليورانيوم في صناعة الأسلحة النووية. بحسب البيانات الصادرة عن الرابطة النووية العالمية عام 2022، فاليورانيوم كيتزاد عام على عام السعر نتاعو اللي وصل الآن لأكثر من 55 دولار للرطل الواحد بسبب طلب الدول على الطاقة النظيفة واستعماله في المحطات النووية لإنتاج الكهرباء. وباش نعرفوا أنه نحو ثلثي إنتاج العالم من اليورانيوم كيتم استخراجه من المناجم من كازاخستان وكندا وأستراليا. للعلم فعنصر اليورانيوم كيستخرج كذلك من الفوسفات عبر مراحل كتعتمد صنع مادة كتسمى حمض الفوسفوريك. هذا الحمض كيتم خلطه مع مواد فوسفاتية أخرى لصنع السماد، وفي هذه العملية كينصهر ذاك اليورانيوم مع الحمض الفوسفوريك، وفي من بعد كيتم استخدام واحد المادة كتكون خاصة لاستخراج هذا اليورانيوم من الحمض، وكتمر هذه المواد بخطوات تنقية حتى كنحصلوا على اليورانيوم نقي من الفوسفات. وبما أن المغرب كيتحكم في فوسفات العالم وبفضل الاحتياطات العملاقة من الفوسفات اللي كيتوفر عليها المغرب اللي كتقدر تقريبا ب 75% من الاحتياط العالمي، كيتوقع أنه يصبح المغرب عملاق عالميا في إنتاج مادة اليورانيوم الحيوية اللي من الممكن أن تجاوز الأكبر الاحتياطات العالمية اللي كتمتلكها أستراليا. وفق لتقرير مركز الأبحاث الشرق الأوسط الأمريكي، فإن الفوسفات المغربي كيحتوي على ما يقدر بنحو 6.9 مليون طن من اليورانيوم، أي 3 أضعاف الاحتياطات نتاع أستراليا اللي هي الرائدة عالميا وكتوفر على أكبر احتياطي متوفر الآن في العالم، مما غيجعل المغرب كيضم الآن أكبر احتياطي في العالم من هذه المادة اللي كتهافت عليها القوة العالمية الكبرى. اليوم كنشوفوا المغرب كيف تحولت كل الأنظار العالم ليه بحكم التوصل إلى أن الفوسفات المغربي كيحتوي على كمية كبيرة من اليورانيوم. فقد أعلنت الشركة الروسية المختصة في الطاقة النووية المستعملة لأغراض سلمية بتوقيع اتفاقية بينها وبين المغرب خلال القمة الروسية الإفريقية في روسيا. كتقضي هذه الاتفاقية بإنشاء محطة نووية في منطقة سوس قرب مدينة أكادير. نعم، الطاقة النووية السلمية على الأبواب بالمملكة المغربية. فبعد الطاقة الشمسية الحكومة المغربية باشرت من قبل في توقيع العديد من الاتفاقيات لبناء عدة محطات نووية في المغرب لاستعمالات سلمية وتلبية من الطاقة النظيفة لمحتاجها المغرب في الصناعة والفلاحة وتحلية مياه البحر، وكذلك لتصدير الطاقة النظيفة لأوروبا اللي غادي يصبح المغرب أحد أكثر الدول المصدرة للطاقة النظيفة إلى القارة الأوروبية بشهادة عدة تقارير دولية.
وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وقعت سنة 2023 عقد لبدء دراسة الجدوى حول مشروع بناء محطة نووية في المغرب. وكتقدر هذا الحجم الاستثمارات في أول محطة نووية في المغرب مبدئيا غادي توصل إلى نحو 40 مليار دولار، وشركة روساتوم الروسية هي الأقرب لتنفيذ هذا المشروع. كما كنشوفوا هذا الخبر على جريدة لوموند الفرنسية، أن المغرب ماضي في تشييد 3 المفاعلات نووية، الأولى والثانية في شمال ووسط أكادير، والثالثة غادي تكون جنوب المملكة بالصحراء المغربية لاستعمالات سلمية، منها تحلية مياه البحر والزراعة والطاقة. الحمد لله الآن المغرب أعاد فكرة استغلال الاحتياطات نتاعو من اليورانيوم بعد ما كان قد جمد هذه الفكرة ديال الإنتاج الطاقة النووية في المغرب بضغط أوروبي، واليوم الحمد لله مع روسيا وإسرائيل كيستعد لفتح هذا الورش الكبير والضخم. تأكدت إسرائيل على استعداد نتاعها لمشاركة تقنيتها النووية مع المغرب على أن يتم نقل التكنولوجيا تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكان جهاز شي على لسان رئيس لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلي موشي إدري في الخطاب نتاعه كان لقاه أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. للعلم فالمغرب كيتوفر على محطة نووية صغيرة، مفاعل المعمورة، وهو أول مفاعل نووي مغربي لاستخدامات السلمية بقدرة نتاعه ديال 2 ميجاوات، وهو صنع من الشركة الأمريكية جنرال أتوميك، اقتناه المغرب سنة 1980. وكيتعتبر المغرب حاليا من بين 24 دولة أبرمت اتفاق التعاون النووي المدني مع واشنطن. كيتواجد هذا المفاعل بالمركز الوطني للدراسات النووية بالمعمورة، وهو التابع للمركز الوطني المغربي للأبحاث النووية، وكيتعتبر أول مفاعل نووي بالمغرب. كيستخدم المفاعل الصغير في مجال الصحة والصناعة والفلاحة والتعليم والبحث العلمي في المغرب، وكيقدم هذا المفاعل النووي خبرة كبيرة للمهندسين المغاربة تحت إشراف ومتابعة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولو بهذا كنتمناو المغرب من استغلال ثروة اليورانيوم اللي متوفر عليها بحكمة ووطنية وذكاء، فمستقبل البلاد سيكون واعد بإذن الله تعالى. وبهذا وصلنا إلى نهاية الفيديو. اكتبوا لنا في التعليق هل الاتجاه لبناء محطة نووية في المغرب اتجاه صحيح، وهل احنا قادرين على تحمل مسؤولية المخاطر نتاع مفاعل نووي في المغرب؟ فما تترددوش علينا بتعليقاتكم، وما تنسوش دعمكم القناة بالاشتراك واللايك والمشاركة. نلقاكم في فيديو آخر إن شاء الله، وشكرا لكم على المتابعة.